اتصل ووثرسبون بقائد اللواء ليطلب المزيد من القوات للدفاع عن خطه الضيق. قدمت قيادة اللواء تعزيزات صغيرة فقط. تطلع الكثير من كبار الضباط بالفعل إلى ما بعد المعركة. الجنرالات أمثال مونغامبري وكريير وحتى جاي سيمينث فكروا في الغد. فكروا فيما بعد جيب بفلاز. في 18 من أغسطس راسل مونغامبري لندن زاعماً أن الجيب مغلق وأنه لا يمكن لأي ألماني الهروب. وشكل هذا الكثير من المشاكل مع القيادة والسيطرة وبإحضار التعزيزات المناسبة إلى المنطقة. يجب أن يؤدي ووثرسبون واجبه. أرسل سريتين من المشاة من مقره إلى الأسفل للدفاع عن سالامبر، كما أنه أرسل شاحنات للتأكد من أن كيري ومدرعاته لديهم كل ما يحتاجون إليه بالفعل في القتال المقبل. إنه وقت عصيب.